اهلا بحضراتكم من جديد، وخلينا نبتدي معاكم باهم الاخبار اللي حصلت امبارح واللي كان ابرزها افتتاح سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي مجمع مصانع انتاج الكوارتز بالعين السخنه، وده بيعتبر المشروع الاول من نوعه في مصر وفي المنطقه العربيه وافريقيا، كمان بيمثل قيمه مضافه للاقتصاد المصري خاصه انه بيركز على توطين الصناعه وكمان بيوفر فرص عمل. ده يا بس انت يمكن تابعنا امبارح افتتاح السيد الرئيس لهذا المشروع العملاق، المشروع اللي فيه تكامل للعملية الانتاجية بجميع مراحلها، بداية من تجميع الكوارتز وتكسيره حتى خروجه لمنتج نهائي اللي بيدخل فيه أكتر من 15 يعني عملية من عمليات التصنيع، وبيعتبر من الأدوات المكملة لعدد من الصناعات تحديدا، وزي ما قالت بسنت بيعظم من الاستفادة من الموارد اللي بتمتلكها مصر. على صعيد آخر، امبارح دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اجتمع مع أعضاء مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري، وده لبحث دعم وتنمية هذا القطاع اللي بيعتبر من القطاعات المحورية للاقتصاد المصري. خلونا نعرف تفاصيل من خلال هذا التقرير. افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي مجمع مصانع انتاج الكوارتز بالعين السخنه كان ابرز الاحداث اللي تصدرت الاهتمامات امبارح، خاصه انه بيعتبر المشروع الاول من نوعه في مصر والدول العربيه والافريقيه، وبيعتبر نموذج لتكامل العمليه الانتاجيه بجميع مراحلها من اول استخراج خام الكوارتز وتكسيره ثم طحنه الى حبيبات باحجام ومواصفات معينه، ولحد ادخال جزء من الناتج في صناعه الواح الكوارتز وطرح الفائض للتصدير او ادخاله في صناعات اخرى. وخلال الافتتاح امبارح وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رسالة للمستثمرين وقال: من فضلكم ما تضيعوش وقت تاني، وأي مشروع بنعمله في فرص نجاح جيدة، إحنا عندنا المادة الخام اللي ممكن تطلع من مصر ويتم تصنيع كل المراحل في مكان واحد لتقليل التكلفة. وبقول تاني للمستثمرين وغرف الصناعة ووزير قطاع الأعمال ووزير الصناعة والتجارة والحكومة ولينا كلنا، ما نضيعش وقت تاني أكتر من كده. فبقول تاني للمستثمرين وغرف الصناعة اللي موجودة ووزير قطاع الأعمال ووزير التجارة والصناعة والحكومة ولينا كلنا، ما نضيعش وقت تاني أكتر من كده. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع مع أعضاء مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري، وأكد رئيس الوزراء أن القطاع العقاري من القطاعات المحورية للاقتصاد المصري وليه دور في تحقيق العديد من الأهداف التنموية والاجتماعية والاقتصادية، وكمان بيسهم في توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وبالتالي من المهم أن نضمن استمرارية تطوير وتنمية هذا القطاع وعدم تعرضه لأي مشكلات تؤثر على أدائه. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إن أبطال المؤسسات العسكرية الرياضية التابعة للقوات المسلحة حققوا إنجاز رياضي جديد خلال مشاركتهم في البطولة الإفريقية للمصارعة اللي أقيمت مؤخراً بدولة تونس بحصد 32 ميدالية متنوعة، بواقع 19 ميدالية ذهبية و9 فضية و4 برونزية، وده بمشاركة 27 طالب ولاعب ولاعبة يمثلون نصف قوام بعثة المنتخب المصري بالبطولة.